معانا اليوم فوم سيستم مربوط بلوحة هوت شيكي، ومعانا تاني FM200 اللوحة، معانا الثاني سيستم FM200، وهنشرح ليه عاملين اتنين سيستم FM. هنشرح الدلوج بالتفصيل والفوم. الفوم سيستم بيكون موجود في غرف الجنريتر، بيكون في غرف ايه؟ الجنريتر، بيكون في غرف الجنريتر، وبيركب له هيت ديتكتور، بيركب له هيت ديتكتور، بيركب له هيت ديتكتور. معانا هنا اتنين هيت ديتكتور، ومعانا جرس. هنا الفلاشر، هذا اللوح. طيب طريقة التوصيل بتاعت اتنين الهيت ديتكتور والفلاشر والجرس والسولونايت بتاعنا، طريقة التوصيل. اتنين هيت ديتكتور، كل واحد فيهم ياخذ زون، لان اللوحة دي عشان تدي لك فاير لازم بتاخد على اتنين زون، كل هيت ديتكتور على زون. ادي زون واحد وادي زون اتنين. طيب عند الاجراس على NAC1 NAC3، دي الاجراس. طيب السولونايت يكون مربوط معانا على الاكزيت، ده السولونايت. يبقى معانا اتنين هيت ديتكتور على زون 1 وزون 1 وزون 2، معانا جرسين على NAC1 NAC3، ومعانا السولونايت، السولونايت مربوط على الاكزيت. طيب في نقطة هنا جوهرية، ليه بنركب هيت ديتكتور مش بنركب سموك ديتكتور في غرف الجنريتور؟ عشان غرف الجنريتور بيكون فيها دخانة كتير، فطبيعي نشغل عن طريق الحرارة، اللوحة بتاعتنا ما نشغلش عن طريق الدخانة. تمام. السولونايت لو عندنا فاير في اللوحة، فاللوحة بتشغل السولونايت، السولونايت بيفتح في الجزئية دي، فالمية بتحصل لها فلو، او المية بتنزل عن طريق الدرين. تمام. فالمية بتنزل هنا، فالجزء ده الضغط فيه بيقل، فهنا في زي نظام رداد، الرداد ده بيفتح، طالما فتح فالمية عندك بتمر هنا من تحت كده، المية بتمر لفوق هنا، الطبيعي انها واقفة طالما الجزء ده في ضغط، طالما انا قافل هنا عن طريق ضغط المية فالجزء ده مقفول، حصل انه السولونايت فتح فالضغط ده بيقل، فالمية البيب الرئيسي بتاعك بيطلع، المية بتطلع فيه وبتخش على الخلاط، بتخش على ايه؟ الخلاط. الخلاط بيسحب فوم بيخلط مع المية، بيودي عندنا على الشبكة، بيودي عندنا على ايه؟ على الشبكة. طيب الجزئية دي او الرداد ده بناخد له وصلة مية من البايب الرئيسي، دي اهم نقطة انت وبتركب الدلوج، انك تاخد وصلة مية من الشبكة هنا تحت من البايب الرئيسي وبتقفل الجزئية دي. تمام. لو انت فتحت او حصل الفاير حبيت ترجع الرداد ده، فيكون في جزئية هنا تضغط عليها وبتلف، وفي حالة مرور المية هنا فيه فاير، فالجزئية دي المية فيها بتمر بتغذي الوصلة دي، الوصلة دي اللي بتغذي فين؟ بتغذي معاك الجرس، فبيشتغل الجرس. تمام. اما الجزئية اللي تحت دي حاليا مضغوطة مية، الجزئية كده الجزء ده ولفوق ده حاليا فاضي. تمام. هنا مضغوط مية، هنا مضغوط،
تمام، وعندك هنا زي نظام رداد قافل كده. عندنا هنا اسطوانة FM200 ألوحة. طيب دي متوصلة عليه، متوصلة على محول، متوصلة على غرفة محولات كهرباء. غرفة محولات كهرباء بيكون فيها ايه؟ سموك ديتكتور، لانه الطبيعي ما يكونش فيها دخانة، فيها بيكون سموك ديتكتور. ما فيش هيت ديتكتور هنا، في سموك ديتكتور في غرفة الكهرباء، بيكون في سموك ديتكتور، بيكون في 2 سموك ديتكتور في الممرات دي، ممرات الوايرات. عندك 2 سموك ديتكتور في السقف، عندك 2 سموك ديتكتور في السقف. عندك البايب بتاع الاسطوانه في غزه، السبرينكر ده او المرش للغرفه دي كلها من فوق. عندك بايب او ماسوره بتوصل الجزء اللي تحت. طريقه توصيل لوحه الاف ام 200، اللوحه دي هوت شيك، اللوحه دي ايه؟ هوت شيك. عندك بايب مغذي كهرباء اللوحة، ادي الموجب والسالب والارث، بتوصل NAC1 ده للجرس او الفليشر، عندك NAC3 ده للفليشر او الجرس، اي واحد فيهم. تمام، عندك 2 زون 1 زون 2، 2 زون دول للسموك ديتكتور اللي هو كشف الدخان. اللوحة دي هنا بتشتغل عن طريق كشف الدخان، عندك زون 1 زون 2. طيب عندك ايه تاني؟ عندك الاكزيت، الاكزيت هنا موصلة طبعا على السولونايت، السولونايت اللي متوصل بالغاز FM200. هنا في نقطة حابين نشرحها على السريع، السولونايت ده لو حبيت تختبره بتفك، تمام، واي سبراي على سموك ديتكتور بترش، تمام، 2 سموك ديتكتور. في الحاله دي السولونايت ده بيشتغل، انه بيشتغل بيعمل حقل مغناطيسي في الجزئيه دي، بيعمل حقل مغناطيسي في الجزئيه دي. انت تعرف انه هنا في الحالة دي ايه شغال. قبل ما ترجع تفك 2 سموك ديتكتور وتنظفهم وتعمل ريسيت للوحة، في الاخر ترجع ايه السولونايت بتاعك. عندك حاجة هنا اسمها ابورت. الابورت ده لو الاسطوانة دي اشتغلت تمام، حبيت توقفها على السريع، بتضغط هنا، بتضغط على الابورت. هنا غرفة المحول برضو متركب لها غاز FM200 وادي اللوح. طيب طريقة التوصيل NAC1 للجرس، عندك 2 زون 1 زون 2 للسموك ديتكتور، عندك الفليشر، عندك الاكزيت للسولونايت، عندك الابورت، البورد ده للجزئية دي، البورد ده بوقف عمل الغاز الاف ام 200 عشان ما يخليش الاسطوانة دي ايه تخلص، حبيت توقفها في اي وقت اثناء الحريق. غرفة المحاول من الداخل، سبرينكر متوصل من الاسطوانة بتاعتي على الوسط هنا، على وسط غرفة المحاول، تمام، وعندي الجرس بتاعي، وعندي 2 زون، كل زون مربوط على سموك ديتكتور. ادي واحد، وادي سموك ديتكتور الثاني، هذا سموك ديتكتور وين الثاني كده، عندي سموك ديتكتور الثاني. طبعا اللوحة دي هوت شيكي كونفنشن، معلومة اي زون
انت مش موصل عليه حاجه، بتقفله تقفل بمقاومه، تقفله فين؟ بمقاومه. مركب الزون، فخلي المقاومه اخر الخط بتاعك. هنا اتنين مقاومه بيركبوا فين؟ على السموك ديتكتور بتاعي، يعني الخط او الزون ده بيروح على سموك ديتكتور، واخر الخط بنركب ايه؟ المقاومه بتاعتي. تمام، هنا بنركب مقاومه على السالب، تمام، والموجب دايركت على البورت بتاعي. تمام.